خميس وجمعة نستقبلوا الأسئلة متاعكم في علاقة برمضان. مستمع صفاء العياري بعثت لنا سؤال متعلق بالوالدة متاعها، الوالدة متاعها اللي الطبيب حكم عليها إنها ما تصيمش لكن هي قاعدة تعمل العكس. هيتنكتشفوا السؤال والإجابة متاع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في فتاوي رمضانية. فتاوي رمضانية. فتاوي رمضانية. بخير يميز، بخير تونس. حبيت نسأل الدكتور عبد الكريم إذا وطبيب حكم عليها باش تفطر وهي مش مقتنعة قاعدة تصيب، حبيت نعرف الحكم الشرعي فاش نجم نقنعها. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه ثقتي واستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا اليوم يجي من عند مستمعة تقول أنها الوالدة مريضة والدكتور قال لها ما تصيمش وهي مش مقتنعة. أول شيء يتفهموا على أن أهل العلم أجمعوا على إباحة الفطر للمريض، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فبالنص والإجماع يجوز الفطر للمريض، ولكن ما هو المرض المبيح للفطر؟ هو المرض الذي يزيده الصوم أو يؤخر الشفاء على صاحبه أو يجعله يتجشم مشقة شديدة بحيث لا يستطيع أن يقوم بعمله الذي يتعيش منه ويرتزق منه، فمثل هذا المرض هو الذي يبيح الفطر. سئل الإمام أحمد متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. فقيل له: مثلا الحمى، نسأل الله أن يعافينا، سخانة معناتها. قال لهم الإمام أحمد: وأي مرض أشد من الحمى؟ سبحان الله. وذلك لأن الأمراض تختلف، فمنها ما لا أثر للصوم فيه، مثلا كما الوجع متاع الزروس، كما الجرح اللي يكون ربما في الأصبع، وغيرها من الأشياء. ومنها ما يكون الصوم علاجا له كأمراض البطن، فممكن يكون أحيانا مرض يكون الصيام سبب في الشفاء وغيرها. فلا يجوز الفطر لهذه الأمراض لأن الصوم لا يضر صاحبها بل ينفعه، ولكن المبيح للفطر هنا هو ما يخاف منه الضرر، والسليم الذي يخشى المرض بالصيام يباح له الفطر أيضا كالمريض الذي يخاف زيادة المرض بالصيام. وهذا كيفش نعرفوه احنا تاو؟ كيفش نعرفو انه المرض يأثر باعتبار انه الانسان يكون مريض ويصوم هذا يأثر في الصحة متاعه؟ كيفش نجمو نعرفوه؟ بحاجتين: اما بالتجربة الشخصية، يعني واحد مجرب روحه يعرف روحه وقت اللي يصوم وهو مريض فانه يتضر، وربي ميحبناش المضرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحاجة الثانية كيفش نجمو نعرفو؟ بإخبار الطبيب المسلم الموثوق به باعتبار أنه هذا اختصاصه وهو أهل الذكر، فنحن ما نشكوش في أمانة الأطباء متاعنا. فإذا أخبر الطبيب بأن الصوم يضر فلا هنا المريض يلزمه يفطر، وإذا أبيح الفطر للمريض هنا فهنا إذا كان تحمل وصام مع هذا فيصبح هذا محرم عليه. لماذا؟ لأنه فيه إضرار بالنفس وترك التخفيف وترك الرخصة اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاها له. فإن كان الصوم صحيحا في نفسه فإن تحقق الضرر بالصيام وأصر على الصيام فقد ارتكب محرما، لأن الله غني عن تعذيبه لنفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نحب نبشر الناس اللي هما يصروا على الصيام وهم مرضى لأنه يبتغوا الأجر، نقول لهم راهو المرض هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وهو حطة للذنوب. اثنين: أراه ربي سبحانه وتعالى يكتب لكم من الأجر ما كنتم تعملون وأنتم في الصحة. إيه نعم، يعني وتقولش عليك اللي أنت يعني صايم بالرغم اللي أنت فاطر لكن عندك أجر الصائم. معليش، لأنك وقت اللي كنت لبس عليك كنت نعم تصوم في نهاية رمضان، فكيبتليك ربي سبحانه وتعالى. إذن فربي من رحمته أنه يكرمك كذلك كما كنت أيضا تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. إذن فالمؤمن القوي أحب وخير عند الله من المؤمن الضعيف، ونستحفظ على الأمانة اللي ربي اعتهانا هذه اللي هي الجسد والصحة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ربي إن شاء الله يتقبل منا، وربي إن شاء الله يشفي مرضانا، فاللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوي رمضانية. فتاوي رمضانية. تونس من شمالها لجنوبها في رمضان على ديوان أفام.